وكان كابتن محمود الخطيب كمان كان حريص انه يحضر النهارده كمان المران، تمرين النهارده في استاد التتش، كان الكابتن الخطيب موجود، وطبعا قبل المهمه المواجهه الكبيره مع نادي الزمالك ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، تابع الكابتن الخطيب المران بشكل كامل واطمن على الفرقه واطمن على احوالها ودعم الجهاز الفني واللاعبين، وطبعا حثهم على مواصلة الانتصارات وحسم بطوله الدوري ان شاء الله الممتاز سريعا. طبعا احنا يعني شايفين في الصوره، يعني زي ما اتكلمت ان ده كمان يعني سبورتنج معنوي من الدرجه العليا زي ما بيقولوا، اللعيبه بتحس ان رئيس النادي موجود، بتحس كلنا ان يعني في اهتمام من الاداره على المستوى الجهاز الفني على مستوى الجهاز الاداري، اللاعبين بتحس قد ايه بقيمه النادي وكيان النادي. الكابتن طبعا كابتن محمود الخطيب بغض النظر كمان ان هو رئيس مجلس الاداره، لكن لعيب كبير بقيمه الكابتن محمود الخطيب ونجم كبير واسطوره من اساطير كره القدم، انه موجود بين اللعيبه وبيحفزهم وبيتفرج على الـ على الـ على التمرين وبيتابعهم وبيقعد معاهم، موجود بشكل كامل النهارده في البران، يعني ما حضرش جزء منه. لا ده احنا شايفين كمان ده قبل كمان واثناء المسحه النهارده كمان النادي الاهلي. انا ما احبش ابص ابدا على الصوره دي طبعا مؤلمه الله يكون في عونهم يعني، لكن زي ما انت عارفه البروتوكول الاتحاد المصري ان هو 48 ساعه قبل انطلاق اي مباراه في الدوري بيتعمل المسحه، وزي ما احنا شايفين مروان محسن واللعيبه كلها حتى على المستوى ده تقريبا اعضاء الجهاز المعاون لفايلر، كله طبعا بيعمل الاجراءات الاحترازيه، بس الاهم زي ما احنا شايفين كمان اللقطه اللي شفنا ديت، هو ده النادي الاهلي، هو ده كيان النادي الاهلي. الكابتن خطيب بيطمن على اللعيبه، بيسلم على اللعيبه، بيطمن من الجهاز الفني، ان شاء الله كل الدعم لفرقتنا ان شاء الله، ونتمنى لها باذن الله مباراه تليق باسم النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الفوز من نصيبنا ان شاء الله. ان شاء الله هي ساعات بتفصلنا زي ما قلنا لحضراتكم عن مباراه القمه، ان شاء الله الاهلي يكسب، هنقعد ندعي من النهارده لحد يوم السبت ان شاء الله.